هاي، كيف كون؟ أنا حاليا بشهر الانقطاع تبع الدراسة قبل الفحوصات، فحوصاتي بلشوا ب19/1، فدعولي هيك إنه أجيب علامات منيحة وكل شي. رجعت لكم اليوم بفيديو كتير كتير برأيي إنه ضروري الناس تعرفه لآخر السنة أو بداية السنة الجديدة بالأحرى. شو الخطوات اللي فينا نعملها لحتى تكون حياتنا منظمة أكتر وننجز فيها أكتر، نحقق أهدافنا وأحلامنا وكل شي بدنا إياه. فاستمتعوا بالفيديو ويلا بلا ما أطول عليكم، خلينا نبلش. أول شي بتحتاجوه للسنة الجديدة لحتى تكون حياتكم مرتبة ومنظمة وتقدروا تحققوا كل أهدافكم إن شاء الله، هي أجندة أو بلانر تبعي جايبتها من مكتبة بالشامس سيتي سنتر تحت، اسمها بلوس. المهم فيكم تلاقوها يمكن بأي مكاتب أو حتى تبيعون دعايات، المهم إنه تكون منظمة وفيكم تكتبوا عليها كل يوم شو عليكم وشو بدكم تعملوا النهار يلي بعده. شغلة كمان فيكم تعملوها هي انه تجيبوا من هدول الكاردز وتكتبوا عليهم اشياء بدكم تعملوها مثلا بهذا اليوم، او مثلا تنظموا دراستكم فيها بطريقة حفظ اسهل، وهيك كتير بنصحكم فيهم. الشغلة التانية اللي فيكم تعملوها هي انه دائما تخلوا محاضراتكم ودراستكم مرتبة ومنظمة، وحاطين هيك عليها استيكرات حتى تعرفوا شو هنن ومجمعين المواد اللي نفسها مع بعض. انا صراحة من الناس اللي ما بقدر ادرس اذا ما كان كل شيء مرتب قدامي ومنظم، فحاولوا تطبقوا هذا الشيء على السنة الجديدة وان شاء الله بتكون دراستكم احسن واركز، وهيك بتفتح نفسكم على الدراسة اكتر. الشغلة الثالثة اللي فيكم تعملوها كمان على السنة الجديدة هي انه جيبوا كتب انتو حابين تقروها وتحطوها قدامكم، بحيث انه يكون اول شي كديكور كتير منظرها حلو، وتاني شغلة بتتشجعوا تقروها وبتفيدوا حالكم وبتتثقفوا، سواء كانت كتب تطوير ذات او روايات او شو ما كانت الكتب اللي انتو بتحبوها. حتى انا عندي مثلا مراجع طبية وشغلات مثلا كرافتس ودي اي واي وهيك، انا كتير بحب اعمل هدول الشغلات، فكل هالقصص انتو فيكن تحطوها منه ديكور ومنه دائما بتتحمسوا لحتى تقروها. شغلة تانية كمان بدي لكم عليها كتير كتير بتساعدكم هي لوح ابيض. انا بحط عليه الشغلات اللي لازم ادرسها بهالفترة، او مثلا خصوصا هلا قلت لكم انه عندي دراسة، او مثلا بحط عليها الاشياء اللي دروسي اللي مخلصتها واللي لسه علي دراستها. وكمان فيكم تستخدموه كدراسة، يعني فيكم مثلا تكتبوا عليه وانتوا عم تدرسوا وتمحوا وترجعوا تكتبوا، هيك يعني كمان احسن للبيئة من الورق انه تضلوا تروحوا ورق وهيك، خصوصي اللي بيعتمد بدراسته على الكتابة كتير كتير بيفيدكم. واخيرا اخر شغلة بدي اقولكم اياها هي انه شغلة كتير كتير حتحبوها خصوصي بآخر السنة الجاية، شغلة هي أنا صرت مطبقتها يمكن من 2016 أو 2017، مخلية عندي علبة ذكريات بحط فيها ذكرياتي خلال السنين، هدايا صغيرة من ناس، مثلا إذا بلد سافرت لها، عملات معينة. كتير 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 بحب هالفكرة. وشغلة تانية حكيت عنها بفيديو سابق وحكيت عنها على الانستغرام إذا بتابعوني، اسمي راما أندرسكور منجد. عاملة أنا هدول الأطرميزات اللي بكتب على ورق صغير أشياء اللي صارت معي حلوة وبطويهم وبحطهم بقلبه، بعدين بآخر السنة بصير بشوفهم وبقراهم، فهيك بجيبوا سعادة كتير 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 حلوة لإلنا. آخر شي بدي أقولكم يا أنه إن شاء الله تكون سنة 2020 سنة كتير كتير حلوة علينا وعليكم، وموفقين إن شاء الله بامتحاناتكم وبدراستكم وبكل شي بتعملوه. قولوا لي شو حابين تشوفوا مني فيديوهات أكتر، ولا تنسوا بليز تشتركوا بالقناة وتعملوا لايك لهذا الفيديو وتعملوا شير للفيديو مع الناس اللي بتعرفوهم، مع رفقاتكم، مع عائلتكم، مع كل العالم. وشكرا كتير، بحبكم، إن شاء الله بشوفكم بفيديو جديد. باي.